في الحياة بنقابل ناس وناس، وقالوا في المثل الناس معادن، فيها الأصلي وفيها التقليد وفيها المؤذي وفيها المفيد. ولأن الحياة من غير ناس ما تنداس، هنقابل كل يوم نوع من الناس، ناس دهب وناس تانية لها العجب، ناس زي الفل بتحب الخير للكل، ناس جميلة تتصاحب وناس غريبة ملهاش صاحب، ناس لئيمة البعد عنها غنيمة، وناس رأية من النوع الفاخر، وكلها هيوصفها من الآخر دكتور عمرو الليسي في كلمة ورد غطاها. مش هتصدقوا ان النوع ده من البني آدمين لسه موجود، ولما تشوفوه هتفتكروا على طول أحمد باشا مظهر في فيلم الأيدي الناعمة، نفس طريقة الكلام، الألاطة، العنطزة الفارغة بدون سبب، على طول تلاقيه مش عاجبه حاجة ولا عاجبه حد، والناس بالنسبة له كلهم جهلة جهلة، مش عارفين أقدار الناس، كله تلخبط يا باشا، اللي فوق بقى تحت واللي تحت بقى فوق، مجتمع سلطة، ومش أي سلطة وغلاوتك، دي سلطة بلدي كمان. ومالها السلطة بلدي يا عبد العزيز باشا؟ ده حتى ألز من السلطة النسواز ومن الجريك سلط يا راجل، خلاص زمن البشوات والأعيان خلص من زمان، وما ينفعش وإحنا في 2020 تبقى لسه عايش في جلباب أبوك الباشا ووالدتك نازلي هانم الأرناؤوطي. يا ابن الأرناؤوطي عندك يا عمر، حاسب على كلامك، اوعى تغلط في عيلة الأرناؤوطي، ده من أكبر أعيان الصعيد، ده خالت أمي نازلة هانم رحمة الله عليها، كانت من وصفات الملكة نازلي. الملكة نازلي دي طيب الله سراها، والله طيب الله سراها، يا ريت أيامها كانت دامت. أيامها إيه اللي دامت يا راجل؟ عيب عليك يا زيزو، عيب تقول إن خالة الست والدتك كانت بتشتغل وصيفة. أنت عارف وصيفة يعني إيه؟ ده أنا أفخر ونص يا عمرو فندي، أفخر قوي يا سيدي. خالة الست الوالدة ما كانتش أي شغالة، لا كانت بنت قصور بنت عز، مش شغالة في بيت أي كلام، لا حاسب على ملافظك، من فضلك حاسب. ومشكلتي مع ابو عزيز بيه يا جماعه فكرتني بواحد كنت كلمتكم عليه قبل كده، كان دايما يوصف نفسه ان هو ابن ناس، كانه هو بس اللي ابن ناس وبقيه الناس ولاد البطه السوداء. المشكله بقى ان الاخ زيزو شايف ان حته الارض والعمارتين اللي سابهم له السيد الوالد كفايه عليه، وانه مش محتاج يشتغل، مش محتاج يكون موظف عند حد، كفايه عليه قعده نادي الجزيره وشله النادي ونلعب كروكيه والسيجار الكوبي والعربية موديل سنة 56. ومش هتصدقوا مكتوب ايه في خانة الوظيفة في بطاقة الرقم القومي بتاعه من الأعيان، مكتوب يا سيدي في البطاقة، أيوة الوظيفة من الأعيان. وفيها ايه دي بقى؟ ايه اللي مزعلك اني من الأعيان؟ مش هي دي الحقيقة يا عمرو بيه؟ عايزهم يكتبوا الوظيفة ايه لواحد زي انا عنده عمارات وأطيانة؟ يكتبوا موظف في الصرف الصحي ولا شركة إبادة الحشرات المنزلية؟ لا سمح الله يا عبد العزيز باشا، معقولة يكتبوا إن سعادتك موظف برضو زي البني آدمين؟ لا يا راجل، ده أنت زيزو باشا عين أعيان مديرية الغربية، مدد يا سيد يا بدوي. بس والنبي بلاش الألاطة والعنطزة على خلق الله، الموظفين الغلبة اللي زينا زي إخواتك برضو يا عبد العزيز بيه. إخواتي كلهم لعلمك كانوا أعيان برضو يا عم، ولا واحد فيهم كان موظف. احنا عمرنا ما اشتغلنا عند حد، احنا اللي اسسنا نادي الجزيره ورياضه الفروسيه والكروكات في مصر. الكروكات ده رياضه البهوات والهوانم، ما تعرفهاش دي كمان ولا ايه يا سي عمرو؟ لا والله ما اعرفش الكروكات يا زيزو باشا، معلش اللي ما يعرفك يجهلك يا حبيبي، حظي وحش، انا لا لعبتها ولا كانت الكروكات دي صاحبتي في يوم من الايام ولا حتى من بقيه عيلتي، يمكن كانت خالتي تعرفها، ما اعرفش يا عبد العزيز باشا. خليك انت يا عم، خليك انت عم بس في نوادي الاعيان ورياضه الاعيان. انا بس عايز اقول لك ان اللي زيك عفى عليهم الزمن، عدى عليهم القطر يا حبيبي، بقوا عاملين زي الحفريات يا زيزو افندي. انا حفريات يا عم؟ الله يسامحك يا سيدي، الله يسامحك، خلاص والله، القوالب نامت والانصاص قامت. يا زمن، لا خليت الراكب راكب ولا الماشي ماشي. ماشي يا عمرو ماشي، ربنا يهنيك بالوظيفة المير يا سي عمرو. وانت ربنا يشفيك انت والاعيان اصحابك يا زيزو، وبقى خلي بقى الارض والعمارات تنفعك. يا راجل انت ما سمعتش ان الايد البطالة وحشة، وان اي شغلانة شريفة اكرم واشرف مليون مرة من قعدة النادي والقهوة؟ يا زيزو يا اخويا، احنا في زمن العمل، ومش بس العمل لكن الاجادة والمهارة والكفاءة،
هو ده اللي بيميز البني آدم وبيديله مكانته في المجتمع، مش العمارات والأطيان المطينة بطين. يا سعادة الباشا القريط، بذمتكم ده تقولوا له إيه وتتصرفوا معاه إزاي؟ ابعتوا لي تعليقاتكم على صفحة برنامج كلمة ورد غطاها مع عمرو الليسي، حكاياتكم مع أنواع الناس اللي بتقابلوها في حياتكم هنتكلم عنها في كلمة ورد غطاها. لغاية ما نتقابل تاني أسيبكم في أمان الله. كلمة ورد غطاها، دكتور عمرو الليسي، الكاتب الصحفي محمد الشابة، أداء الفنان أحمد صيام، إخراج تامر حسني.